اول حركه بدك تعمل لي كيك هون. اوكي ركله. نعم 1 2. اوكي تعمل بلوك اول شيء بعدين تكمش. كل ما كانت ضيقه كل ما احسن. اوكي ستيب 2 يمكن تعمل لي بوكس تو ستوب ات بعملها هون. شفت الديستنس؟ جرب من جديد. ما في ما فيش. اوكي هاي الاجر اذا بتجي وراك يو لوز بالانس. بفقد توازني لو جت من وراك. بروح التوازن تبعك 1 2 لك فقدت التوازن ما راح وقعك هلا. ثاني وحده بتعرف على الطريق على الشارع دائما بصير في المشاكل هيك 1 2 مزبوط؟ مزبوط جربها 1 1 وعم بيضرب 2 2. اوكي ستيب 1 مع الكوع بوم شفت شو صار؟ هلا هون اوريدي صار اوت اوف بالانس بس أوكي. روح التوازن تبعه 2 ببرم باجري مع جسمي. هاي الايد اذا هيك غير تكنيك نحن بدنا شيء هين الايد بدها تكون مثل زي لتر هاي بس اذا بعمل هيك هيك وين صرت؟ صرت على مستوى الركبه بوم بتسيطر عليه الحركه الثالثه الثالثه اذا من ورا ثلاث ارباع المشاكل بتصير على الطريق طبعا. اذا مع الباك تبعها جراب لا تكمش الايد هي الديستنس تبعها قريبه بالقلبه بوم اوكي اوكي اذا كان قوي كثير هي اول ضربه ستيب 2 تكمش الايد هيك لك كيف برم على الروتيشن اوكي راوند كيك هون سايد كيك على الركبه بصير بالارض بوم وبتهرب الرابعه اوقات بكونوا فول فيس اوكي اوكي بيجي يمكن يعمل لك اول مره 1 بعدين 2 تكمش مزبوط اوكي جربها عفوا 1 تكمش 2 اوكي 1 بالعربي باللبناني بنسميه المقتل اون ذا جروينز 1 بوم بين القدمين شو بصير؟ بينزل ستيب 2 ركبه اوكي قلبه كيك اون ذا فيس ده تغذي على الشخص تماما مش عايز تهرب مش ما تهربش فعلا